السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد. الوغ ديجا يعني غبرت عليكم بزاف، ولكن فوالا يعني راه دابا بديت كنجاوبكم سواء في فيسبوك سواء يعني في يوتيوب. غير صبر واحد شويه غادي نجاوب كلشي ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي ديجا خداو الفيزا كنقول لهم فيليسيتاسيون وبون كونتينياسيون، سوني كو لو بروميي با ان شاء الله تكملوا شي لاخر كلشي مزيان. فوالا وهاد الفيديو هادي درتها غادي نديرها ان شاء الله، حيت بزاف ديال الناس طلبوها مني بالنسبه يعني الناس اللي ديجا خداو الفيزا. حيت انا ديجا جو بونس بلي في لاشين ديالي لي فيديو ديال يعني الدوموند الفيزا وكلشي كلشي درتهم يعني قبل ما نمشي كلشي درتو. دابا يعني بقى داك يعني لا بروسيدور ديال من مورا ما تاخذوا الفيزا، واللي حتى هي صراحه طويله بزاف. هي يعني ما نقولش لكم بلي سهله ولا صعيبه، هي صراحه كتبقى سهل من الفيزا، حيت الفيزا كيكون فيها بزاف ديال ستريس. اما هاد لا بروسيدور هادي يعني كديروها وانتم ديجا يعني صافي خديتوا الفيزا ديالكم، دونك ان شاء الله يعني كيبقى لكم غير شويه الصبر وغادي تكملوا. اول حاجه كتفكروا فيها بيان سور ملي كتاخذوا الفيزا ديالكم هي فوالا عندنا الفيزا. يعني فوقاش غاديين تمشيو، فوقاش غاديين ديروا الديبار. بزاف ديال الناس كيقولوا لي عافاك يعني عندي لا رونتري يعني لو 3 لو 4 يعني لا ماجوريتي كيكون عندهم لو 3 لو 4 سبتمبر لا رونتري يونيفرسيتير. يعني واش نمشي فان اوت ولا نمشي؟ حيت كلشي باغي يدوز العيد، ولكن انا بغيت نقول لكم الناس اللي باغيين يستافدوا من لي زوفر يعني من البيي يكون رخيص تاخذوه في ديبي اوت، حيت كيكون رخص على حسب ما شفت انا. المهم انا نقول لكم اول حاجه يعني باش تغيزيرفيو البيي ديالكم ما تمشيو يعني تولوا حتى شي اجونس حتى شي حاجه، داكشي كلشي كاين في الانترنت. مازال الناس اللي ما قاريينش الا داروا داكشي جات معهم، اما حنا يعني راه كلشي كاين في الانترنت، سوفي دو شيرشي. فوالا يعني كتجيو جوجل. كاينين بزاف ديال لي كومباراتور يعني دو فول اللي كيزعما كيجينيغاو لكم لي فول با شير، يعني على حسب كيديروا لكم يعني على حسب كيديروا لكم بحال شي كلاسمون. المهم انا يعني اللي اختاريت اليوم غادي نهضر عليه غادي نخدم به هو هاد لي ليغو، ومن بعد نخلي لكم كاع دوك لي كومباراتور اللي كنعرف مزيانين في لا بار دانفو ان شاء الله. المهم اول حاجه هاد لي ليغو فوالا كتدخلوا كتكتبوا لي ليغو في جوجل، ان كليكي على فول با شير. ديجا انا كنت يعني جبت هذاك الشيء وشفت هاي ادي غير باش نوريكم يعني كيفاش. اول حاجه يعني غديروا نتوما بالنسبه لكم غادي ديروا الي سامبل، حيت دابا نتوما مازال ما عارفينش لو غوتور فوقاش ان شاء الله. كتاخذوا كتكتبوا هنايا لا فيل، انا غادي ندير غير اتيتر انديكاتيف غادي ندير كازابلانكا، حيت يعني حتى لا بروسيدور اللي غنبغي نهضر عليها من بعد على ليغوبور وهذا غنهضر على ليكسبيريونس يعني غنهضر على داكشي اللي درت منو انا في يعني في كازا. و جو بونس بلي ليغوبور ديال كازا ودي الغابه هما اللي كبار، اما الشيء الاخر غير صغير يعني ما عندكمش فين تلفوا بزاف، وغتكون لا ميم بروسيدور غتختلف غير في انه يعني ما كاينش فين تلفوا. فوالا يعني انا غندير عاوتاني اتيتر انديكاتيف باري، حيت جو بونس بلي كاين بزاف ديال لي فيل صغار اللي غتجيو ليهم غادي خصكم ضروري دوزو من باري. وان شاء الله يعني انا في لا فيديو اللي ماجيه فاش غادي نهضر على مني توصلوا مني تحطوا رجليكم هنايا في فرنسا شنو خصكم ديروا، غادي نهضر على هاد لا بارتي هادي ديال الناس اللي غادي ينزلوا في باري، ولكن غادي خصهم يعني مازال ياخذوا مويان ترونسبور باش يمشيو لام سيت فيل بحال مثلا غوان لو او بواتي يعني بزاف اكسيتيرا يعني بزاف ديال اكسيتيرا بزاف ديال لي فيل. المهم انا نختار باري فرانس، حيت بالنسبه ليا انا يعني بالنسبه لاي واحد يلا غادي يجي يعني ما كيهموش في اين ايغوبور غادي ينزل. جو بونس يعني ياخذ لو موان شير، واخا يكون اللي غيتسناه شي حد راه يعني كو سوا غيتسناه في شارل دوغول في اورلي يعني راهما كلهم بعادين على سونتر فيل، دوكو غادي نديرو باري فرانس وصافي. بالنسبه لنا الي سامبل المهم عطاوني هنايا لو 8 اوت، غنخليها انا لو 8 اوت غنخدم بها غير باش تشوفوا هنا دير ليا كومباري لي ليغو افيك dans une nouvelle fenêtre avec eDreams ou Air France. المهم Air France انا ما غاديش نقدر الا بغيتو ديروها تكوشي وتخليوه باش يكومباري لكم في اون اوتر باج. المهم عندنا حنا هو هاد الكومباريزون اللي غادي تكون عندنا هنا. فوالا هادي هي لا باج اللي كيعطينا كي كلاسي ليك هادوك لي زوفر اللي كاينين يعني حسب لي كومباني اللي كاينين. اللي كتشوفوا هنا كاينه اسكال ديريكت ان اسكال دو اسكال. انا كنصح لاي واحد يلا غيجي اول مره يدير ديريكت يعني يمشي ديريكت ما يكونش عنده اسكال، باسكو لي اسكال يعني
ما نقولش سوفون، ولكن بارفوا كيكونوا فيهم دي بروبليم، يعني بالنسبه لواحد يلاه غيجي ديجا ستريسي، ديجا كيفكر شنو خاصو يدير، من الاحسن ليه يمشي يعني ياخذ ان فول ديريكت، ما ينزل ما حتى حاجه. الوغ يعني كيف كتشوفوا هنايا، اول اوفر يعني ارخص وحده اللي عطانا هاد لوسيت هذا هو جيت اير فلاي، يعني هاد لي تري فلاي واش كتسمى، يعني هاد لا كومباني ديال تري فلاي هي لو كاست، يعني من دوك يعني رخاص، يعني ماشي بحال لا غام ولا ان توكا غادي تلاحظوا باللي لي زوغ اللي تيكونوا في الصباح بكري تيكونوا رخاص. دايرين هنايا مع 7 العروب، يعني تاخذوا من محمد 5 مع 7 العروب توصلوا ا 11:05 الاورلي. وديجا غندير لا رمارك دابا انه جو بريفير الناس اللي غيجيو حتى هما اول مره الا لقيتو يعني اوفر رخيصه في اورلي من الاحسن، حيت اورلي هو سي فري كبير بارابور لا يعني المطار ديال كازا ولا ديال اي حاجه، ولكن بالنسبه لشارل دوغول الا جيت نقارن بين شارل دوغول واورلي هنايا، انا جو بريفير اورلي، هو اللي صغر يعني هو اللي لي مويان دو ترونسبور باش توصلوا للسونتر فيل يعني سي بلو جوانيابل، يعني انا جو بريفير يعني هذا. الو هنا كيعطيوكم لو بري وهذا، ولكن فوالا انا غادي ننزل بعدا شنو هي لوفر الثانيه. طانا 238 يورو الروايه غوايه لي ماروك لا فاميز ميم لا غام، حتى هي يعني في الصباح مع 8 12 لاروب. ديجا الحاجه اللي بغيت نقول انه بالنسبه للناس اللي غايجيو وما عندهمش شي حد غيتسناهم، ولا ما عندهمش يعني شي بلاصه اللي عارف الناس ما غيمشيو ليها نيشان لا فامي ولا شي بلاصه يعني شي صحابكم ولا شي حاجه، وغادي تنزلوا غير في اوتيل وخاصكم تقلبوا على لوتيل، فانا جو بريفير فريمون هاد لي زوغ هادو يعني غيناسبوكم كثر، حيت غتوصلوا مع 11 وقسم غتوصلوا بالنهار، ديجا ما كاينش البانيك ديال انه الليل ولا البانيك ديال انه ما عندكمش بزاف الوقت باش تقلبوا بغي يطيح الليل. سورتو بالنسبه للبنات المهم حتى الدراري، يعني من الاحسن تاخذوا هاد لي زوغ هادو توصل مع 11 وقسم ديال الصباح، ديجا كتكون مرتاح اكثر انه عندك النهار كامل باش يعني باش تباغاسا من لي بروبليم اللي غيكونوا عندك. هنا لا غام حتى هي دايره مع 8، غير هو اللي كيبقى لو سول بروبليم انه على حسب كل واحد لي مويان ترونسبور اللي غياخذ باش يوصل لايغوبور. صراحه 7 لاروب سافو دير 5 لاروب مين يعني بلوتو ماشي مين يعني ماكسيموم الا تعطلتو خاصكم 5 لاروب تكونوا ديجا كاينين في لايغوبور باش يلاه 7 لاروب يعني تكونوا اطون فوالا، خصكم تحلوا هاد البروبليم الا كان عندكم ديال الترونسبور، الا كانت الا كنتو غاديو اون فواطور راه هي با سوسي، مي الا كنتو غتاخدو دي مويان ترونسبور فخصكم تخرجوا بكري. مي فوالا غادي تقولوا لي علاش يعني كاين هاد الفرق كبير، هادي لو كاست سي فري تري فلاي ولا غام يعني فيها لو كاست يعني ما كيكونش فيها الماكله ما دخلش فيها حتى شي حاجه، ولكن هادشي ما كيهمنيش صراحه. الا شفتوا ديجا راه الوقت هنا غادي ديروا 3h20 ومع لا غام غادي ديروا غير 2h45، ولكن واخا هكاك انا هادشي كيجيني يعني غير دي بيتي ديتاي ما كاينلاش يعني تديوها فيها، كيهم هو لو بري ان 100 اورو هنا 238 يعني كاين الفرق ديال 138 اورو يعني سا فول كو. ولكن اللي خصكم تعرفوا انه البروبليم كيبقى في الباجاج، فمع هاد اللوكاست هادو كيعطيوكم يعني خاصكم تفيريفيو لوفر، ولكن لا ماجوريتي غادي نفيريفيو معكم دابا كيعطيوكم غير الباجاج اما هو اللي تيكون داخل في هاد لو بري، اما الباجاج اون سوت ما كيكونش يعني ما كيكونش عندكم فيه الحق، غير ما غاديو معكم والو. الباجاج اما راه كيكون ما بين لي زونفيرون ديال 10 كيلو 12 كيلو سي فري ما كيعبروهمش، ولكن خاصكم ديروا احتياط انه ممكن شي مرات كيعبروهم، ديكو ما تقدروش ثاني تابوزيو وديروا يعني تعمروها بزاف، وعاد الديمونسيون ديال الباجاج ما تيكون معروف، يعني ما غديوش ليهم فاليز كبيره وتقول لهم هذا باجاج ما ولا ساك كبير، يعني كديو فاليز صغيره ولا ساك صغير. اما في مع لا غام واخا 238 ولكن الباجاج يعني داخل فيها، عندكم باجاج اون سوت كتكون لي زونفيرون ديال 23 كيلو، وبارفوا بارفوا الا تحشوا شي بروموسيون كيكونوا دايرين دوبل باجاج صافي ديال تقدروا ديو معكم ديك 46 كيلو 47 يعني، وفي لا غام باغ كونط واخا تزيدوا واحد كيلو ولا جوج ما تيحكروش عليكم بزاف. اما في هاد لي لاوكاست هادو بحال هاد تري فلاي الا زدتو غير كيلو واحد ولا جوج صافي، يعني غير كيلو كيخصكم تخلصوا عليه كتخلصوا بزاف، هذا هو المشكل. الوغ شي علاش راه بارفو واخا تشوفوا هاد 238 وهنا 100 كتكون هاد 238 غطلع لكم ارخص، علاش نديروا نشوفو فوار لوف الا ما كانتش غادي تحل دغيا انا ديجا راه عندي هنايا فوالا
لي ديتاي هي هادي فوالا، هادو هما لي ديتاي ديال هاد لوفر هادي فوالا. توي فلاي 7 لا روب 11 قسم اورلي غديروا 3h20 ديريكتومون، ما كاينش اسكال. وها هما لي ديتاي ديال بالنسبه لي فري دو باجاج. بالنسبه لي فري دو باجاج داير ليكم هنا فري دو باجاج استيماتي فاكتوري بار توي فلاي اي في كونفيرمي اوبري دو لا كومباني ايريان. باجاج امام سون فري، يعني داخل في هذاك الشيء، داخل في هذيك 100 يورو، ولكن الباجاج يعني برومي باجاج انريجستري لا بغيتو ديرو باجاج اون سول غادي يطلع عليكم من دي من 10 يورو حتى 150 يورو. سافو دير 10 يورو، يعني الا درتو كيلو واحد غتخلص، الا درتو كيلو غتخلصوه ب 10 يورو. وبالنسبه ل 15 كيلو غتخلصو 150 يورو. سافو دير يعني جينا نديرو الحساب انه كل كيلو كتخلصوا عليه 10 يورو. يعني الا جيتو مثلا تخلص غير 15 كيلو غتخلصوا عليها 150 يورو. 15 كيلو راه فريمون ماشي بزاف بالنسبه للناس اللي غيبغيو يديو معاهم الباجاج. يعني المهم غنهضر لكم بعد على هذه النقطه هذه حيت مهمه بزاف خصكم تعرفوها. يعني 10 يورو بالنسبه للكيلو صافي دير. الا جينا مثلا ناخذ غير 15 كيلو اطلع لينا ب 150 بلس هذيك 100 ديجا ديال يعني ديال لو فول بلس الباجاج امون غتولي علينا، غتولي عندنا 250. الوغ كو هنايا في لاغام بهاديك 23 كيلو بهاديك 12 كيلو ديال الباجاج امون غطلع لينا ب 238، يعني موان شير فوالا. يعني هادي خصكم تردو ليها البال بالنسبه للناس اللي باغيو يديو معاهم الباجاج. بالنسبه للناس اللي ما غيديوش معاهم، غيديو معاهم غير باجاج امون، راه كتصلح لكم هذيك 100 يورو يعني مخيره. دابا ندوزو علاش يعني ما خاصكمش تديو معاكم بزاف، ولا علاش غديو معاكم بزاف. اول حاجه كلشي كيبغي يدي معاه بزاف، يعني الدار يعني كتبغي يدي معاك شي حاجه ديال الماكله الحوايج، يعني توصل يعني كيقول لك البرد وهذا، يعني الناس كيبداو يجيبوا معاهم داكشي اللي كيكون غليظ وسخون بزاف وكيدير يعني كيكون ثقيل. وعاد اللي كيبغي يدي معاه الماكله حيت في اليومات الاولى كتكون مازال ما عارفش يعني فين غتلقى الماكله حلال، مازال ما عارفش فين غتمشي تتقضى كيفاش هادي، خصو اللي ما مولفش كتبغي تجيب معاك شي حاجه باش غادي ديباني وتضل كيبقاو عليك دي معاك هادي دي معاك هادي هادي غتخصك هادي. ديكو كنت كتولي تلقى راسك بارفو واخا تكون يعني عندك ديك 23 كيلو كتلقى راسك انت فتيها وصلتي ل 30 وعاد كتبدا تنقص. ولكن هي مزيانه تجيبو معاكم، ولكن خصكم تفكروا بالنسبه للناس اللي ديجا ما عندهم حتى شي حد غيتلقى ليهم يعني غادي يعاونهم في داك الباجاج. راه سي فريمون تري ديفيسيل، وانا جربتها يعني غير هنايا غير ماشي حتى يعني غنسافر يعني زعما في لافيون ولا شي حاجه، غير يعني غير هنايا في البوس انك تكون هاز معاك دو فاليز راه لا غالير، ما كنصحكمش نهائيا. وعاد تزيد يكونوا ثقال وانت ما عارفش في شي بلاصه اللي ما عارفش، وقعد غتقلب فين غادي تجلس، وعاد غتقلب على ترونسبور من شنو خاصك تاخذ وفين خاصك تمشي. و يعني فريمون لا غالير هنايا سورتو للناس اللي غينزلوا في باريس، يعني راه كاين غير الجري ولي ديسكالاتون. المهم الدروج فين ما مشيتو خاصكم ضروري شي حد يعاونكم، غتعطلوا بزاف. دوك ما كنصحش نهائيا الناس اللي ما عندهمش شي حد غيعاونهم ولا غيمشيو عند شي حد من لا فامي نيشان عارفين فين غيركبوا كلشي، جيبوا معكم غير شي حاجه خفيفه. وابخي ملي تانستالا وصافي وتلقاو اللوجمون وكلشي راه الدار يقدروا يصيفطوا لكم. كاين لي زاجونس بزاف اللي كيجيبوا الحوايج، كاين هنا في باريس معروفين في كليشي في كاع لي فيل سورتو يعني المهم لي غروند فيل هذوك راه ما نهضروش عليهم كاينين، حتى لي بتيت فيل يعني كتلقاو كاين اللي كيجيب ليهم. بحال مثلا انا في غوان واخا اون بتيت فيل، ولكن كاين فيها لي زاجونس اللي يعني هما كيجيبوا لباري، وهذوك لي زاجونس كيجيبوا من باري لغوان. ديكو ما كاين حتى شي بروبليم، يعني الدار من بعد يصيفطوا لكم داكشي كامل اللي نتوما محتاجينه بلا ما تبقاو تمحنوا راسكم، يعني داكشي اللي غتخلصوه فيامون غادي يعني ماشي بزاف مقارنه بديك الراحه اللي غادي تحسوا براسكم مرتاحين وانتوما كدوروا يعني كتسيركيلو غير بفاليز وحده صغيره فيها الحوايج ديالكم اللي غادي تقدروا تحتاجوا. يعني فريمون لو مينيموم اللي غتحتاجوه يعني سورتو يعني حوايج، وسورتو الا كنتو غادي تجيو في شهر 8 وشهر 9 راه ما كيكونش البرد، ماشي داك البرد اللي كتخيلوه، ما كيكونش البرد بحال دابا مثلا راه كاين الصهد بالعكس. انا رجعت يعني الا رجعت من المغرب، يعني المغرب بالعكس كاين يعني بارد الجو على هنايا، هنا كاين الصهد فريمون كاين الصهد. ما تحتاجوش يعني تجيبوا معكم لي مونطو وهذا من شهر 8، راه ابري يعني في شهر 11 وشهر 12 كيكونوا لي سولد وغادي تبغيو نتوما تشريو حوايج هنايا غادي يجيكم حسن بزاف، حيت ديجا واخا هذوك الحوايج ديال المغرب ما كيكونوش سخان لدرجه يعني انهم يعني ما غاديش ينفعوكم بزاف هنايا بلا ما تقلعوا عليكم بالحوايج وداكشي. كاينين دي تروك اللي هما يعني مهمين خصكم تجيبوهم معكم، انا من بعد غندير لكم فيديو عليها وان شاء الله
غادي ندير لكم فيديو على منين غادي توصلوا، اشنو غادي تحتاجوا، لي زابليكاسيون كاين بزاف لي زابليكاسيون غيعاونوكم. ديجا دابا اللي بغيت نهضر عليه الشق الثاني من هذا الفيديو اللي بغيت نهضر عليه، مثالينا من البيي، صافي خدينا البيي ديالنا. بيان سور بالنسبه لا ريزرفاسيون راه الا بغيتو تكملوا انا نكمل معاكم، كديروا بور سويفر لا ريزرفاسيون. مثلا انا نقولوا اختاريت هاد لوفر هادي، صافي كتجيو هنا كتعمروا هاد الفورمولير، هذا لي زانفورماسيون ديالكم، ساهل بزاف يعني باش تريزيرفيو، وكتختاروا لو مويان دو بايمون ديالكم، يعني واش كارت بلو واش مايسترو لهذا، صافي كتخلصوا وكتمشيو وكتصافي وكتكونفيرمي وكلشي، وكيصيفطوا لكم البيي في لادريس ميل اللي كتكونوا دخلتوا ليهم هنا، خاصكم تامبريميوها باش ديوها معكم، بارفو كيطلبوها ليكم بارفو نو، المهم تامبريميوها تخليوها عندكم سيميو. دابا ندوزو النهار اللي غادي تمشيو فيه، يعني غتكونوا غتمشيو فيه، شنو هو لي زيتاب اللي غادي ديروا في المطار؟ اول حاجه قبل بعدا باش تهناو بالنسبه للانجوجيسترومون ديال لو فول ديالكم، هما ديجا ليله قبل نهار قبل كيصيفطوا لكم واحد الميساج في الجيميل ديالكم، في الايميل ادريس ميل ديالكم، كيقولوا لكم يعني تقدروا ديروا لا كونفيرماسيون ديال لونجيسترومون ديالكم من دابا، كوم كوا ديروها من دابا باش ملي تجيو المطار يكون خاصكم تدفعوا غير الباجاج. صافي كتمشيو كتدخلوا لداك السيت ديك الليان اللي كيعطيوكم، كتبقاو ديروا كونفيرمي، المهم لي زيتاب كيكونوا ساهلين. دابا ما عنديش انا حيت يعني دابا ما درت لا لونجيسترومون، يعني ما غاديش يعطوني ديك لي زيتاب. ديكو صافي كديروا كيعطيوكم ملي كتبقاو ديروا كونفيرمي في الاخر كيعطيوكم واحد الرسم ديال الافيون، كتختاروا البلاصه اللي بغيتوا تجلسوا فيها. الوغ هنا يعني النصيحه اللي ممكن نعطيكم انه بالنسبه للناس اللي يعني ما عجبش عليهم يبقاو ينوضوا بزاف، ما عجبش عليهم يبقى شي حد يبرصتهم كل مره خاصو ينوض، من الاحسن ياخذ 11 جم، يعني ياخذ 11 جم في هذا الشيء ولا لهاد الشيء، ومن الاحسن ياخذ القدام حيت الباب ديال الطياره اللي كيتحل غالبا من القدام، بارفو كيحلوا ديال اللور، ولكن المهم لا ماجوريتي يعني ديكا راه كيتحل باب القدام. ليكم من غدا ملي غتبغي تنزل غادي تكون قريب، ما غاديش تلقى الصف طويل قدامك بالنسبه للبوليس وبالنسبه للديوانه. المهم بالنسبه فوالا اختار يعني بالنسبه للناس اللي بالعكس عزيز عليهم يبقاو ينوضوا وهذا، فمن الاحسن تختاروا يعني يكون في الجنب باش تقدروا ديك الساعه ما تبقاوش تبرصوا حتى شي حد كل مره تقول لي عافاك نوض ولا هذا. المهم هذه غير غمارك وصافي زعما اون فوا كتجيو للمطار كتمشيو تقلبوا على كتشوفوا بعدا بالنسبه للكازا كنهضر، كتشوفوا البي ديالكم اش من تيرمينال عندكم فيه لونجيسترومون، واش تيرمينال 1 ولا 2 ولا فين، ممكن غير دو تيرمينال يعني دو تيرمينو. دوكو كتمشيو يعني تختار تشوفوا شنو واحد عندكم، كتمشيو ليه نيشان، كتمشيو للباب اللي كيكون فيه يعني لونطري. صافي كتدخلوا كتكي فيريفيو معكم الباجاج، كتدخلوا من واحد البلاصه بحال كيتسكانا، وبعد نتوما كدوزوا كتمشيو عاوتاني تقلبوا على اللوغو ديال الكومباني اللي غتمشيو معاها، بحال باغ اكزومبل كنتو غتمشيو مع هاد توي فلاي، كتقلبوا على لي ستوند اللي فيهم هاد اللوغو هذا، كتكون مكتوبه هاد جيت اير فلاي. سينو كنتو مع لاغام حتى هي راه غتلقاوها مكتوبه، كنتو مع ترونزافيا حتى هي غتلقاوها مكتوبه، مع اي حاجه غتلقاوها مكتوبه. ديكو ترونزافيا حتى هما تيكونوا عندهم دي فول يعني دي بريم زيانين، غنخلي لكم لو سيت ديالهم في لابار دانفو مع لي كومباراتور. صافي كتمشيو كتوقفوا تسناو النوبه ديالكم، كيكون الصف كتحطوا الباجاج يعني الانسوت يعني الفاليز الكبيره اللي كانت عندكم كتحطوها باش تعبر، باش كيشوفوا واش نتوما احترمتوا داكشي اللي هما دايرين، وكيعطيوكم وكتعطيوهم الباسبور. صافي كيشوفو كيعطيوكم بعد لا كارت دومباركمون، ولا الا كان كلشي مزيان الباجاج هو هذاك، صافي كدي معاك الباجاج مان ديالك، وكيبقى داك الباجاج كيتدفع، وكيعطيو ترجعو لكم الباسبور مع لا كارت دومباركمون. ابري كتمشيو تقلبوا على فين كاين يعني لومباركمون، فين كاين البلاصه فين غادي تركبو، يعني كتلقاو البلاصه كتلقاو فيها مكتوبه فيها ودايرين فلاش، كتمشيو طلعوا. مهم بالنسبه لكازا جو بونس من تيرمينال 1 كاين الدروج، حيت لاحق على داك مؤخرا كاين واحد الدروج كتطلعوا منهم كتمشيو كتبقاو غاديين الطريق، يعني راه ما كاين فين التليفون نيشان حتى كتوصلوا للبلاصه، كتلقاو واحد بحال المهم كيكونوا شي واحد كيعطيكم اون بيرسون كتكون تما كتعطيكم واحد لافيش دون باركمون اللي خصكم تعمروها، هي الا كانت عندكم في الدار مزيان تعمروها، هما كيكونوا يعني بعض المرات تقدر تاخذها يعني تامبريميها من ستيت ولا شي حاجه، ولكن الا ما كانتش عندك ماشي مشكل كيعطيوها لك ديك الساعه، المهم يكون عندك ستيلو قريب باش كتعمر ديك الشيء دغيا
وكتمشي دوز من الديوانه كيعطيوكم لين جمارك كيعطيوكم كتعطيوهم الباسبور وكيسولوك يعني واش هز معاك شحال هز معاك ديال الاورو شحال هز معاك ديال الدرهم. اون جينيرال ما خاصكمش تفوتوا ديك 2000 درهم 2000 درهم ما خاصكمش تفوتوها ماشي 2000 درهم 2000 اورو سافو دير يعني 2 مليون اي دمي دو درهم ما خاصكمش تفوتوها ملي تكونوا غادي دوزو صافي وصافي ومن بعد كيرجع لكم الباسبور ديالكم. ملي كيسولكم شنو شحال هازين معاكم كتقولوا لي ما كيفيريفيش الوغ زعما سي بيزار غير كيسولوا صافي كدوز كتمشي كتصافي كتبقى تسنى الصفحات يعني باش تدوز في البوليس. كتعطيهم حتى هما الباسبور كتعطيهم مع هذيك لافيش دومباركومون و حتى داك لو دوكيمون دومباركومون اللي كيعطيكم هذاك الدوكيمون كتخليوه وسط من الباسبور اصلا اللي كيعطيكم فاش كديروا لونغيستريمون ديال الباجاج كياخذوا من عندكم صافي كيشوفوا داكشي مزيان كيطبعوا لكم فيه لا سورتي وكتمشيو كتاخذوا داكشي ديالكم وكتمشيو تقلبوا ديك الساعه صافي غير على كيكونوا دي زيكرون كتقلبوا على النيميرو دو فول ديالكم فيهم كتشوفوا قدامهم لا بورت اللي غادي تطلعوا منها الرقم ديال لا بورت. ملي كتلقاو صافي كتلقاو كيكونوا A A A 2 B 1 B 2 ممكن يكون شي حرف و ابري حداه نيميرو كتمشيو كتجلسوا في حدا يعني كيكونوا بلايص كراسي تما كتجلسوا تسناو سواء كيكون بدا لومباركومون راه كيتلقاوهم ديجا دايرين الصف سواء كتكون مازال ما بداش كتكون وصلتي بكري كتجلس تسنى حتى يبدا وكتمني كيبدا راه كيحلوا داك الباب وكتمشي كتعطيها ديك لافيش دومباركومون وكترجعها لك من بعد كتاخذ البيي وكترجعها لك صافي وكتدخل الطياره وديك الساعه كتمشي تقلب على البلاصه اللي ديجا انت اختاريتيها وكتجلس صافي في بلاصه كتخشي الباجاج ديالك باجاج ما الا كان عندك كتخشيه للفوق وكتجلس صافي يعني رحله ممتعه و فوالا ان شاء الله على فيديو الماجيه ما بغيتش نزيد نطول مازال ديجا طولت في هاد لا فيديو غادي نهضر على منين كتوصلوا غنهضر على واحد نهضر على جوج حوايج مهمين زابليكاسيون اللي غادي يسهلوا عليكم بزاف يعني لي مويان ترونسبور ولا حتى لوتيل باش تلقاوه كلشي وغادي بزاف ديال الابليكاسيون غيسهلوا عليكم بزاف ديال الحوايج بلا ما تبقاو تسولوا بزاف وغادي ينقصوا عليكم حتى الوقت. زائد غادي نهضر حتى على الناس اللي مثلا هما يعني غادي يمشيو لبيت فيل ولكن ضروري غادي ينزلوا في المطار حيت ديك لابيت فيل ما فيهاش الايروبور ديكو ضروري غادي خصهم ينزلوا في باري اشنو خصهم يديروا شنو مويان ترونسبور شنو احسن حاجه باش يوصلوا وصافي يعني ان شاء الله هادشي علاش غادي نهضر وغادي نهضر حتى على لي بروسيدور اللي خاصكم ديروا اون فوا توصلوا هنايا اي فوالا بون كوراج و يعني بالنسبه للناس اللي خداو الفيزا كنقول لهم فيليسيتاسيون وديزولي حيت بزاف ديال الناس مازال ما يعني مازال ما جاوبتهمش في الفيسبوك يلاه بديت كنوصل بشويه بشويه وحتى في اليوتيوب. وبالنسبه للناس اللي مازال كيتسناو الفيزا كنقول لهم بون كوراج وان شاء الله يكون خير وفوالا.